السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم إن شاء الله يا شباب باستكمال المحاضرة السابقة في إن إحنا عاوزين نتعود نسجل بعض العمليات الخاصة في المحاضرة، ولكن قبل البداية حد من حضراتكم يذكرني العبارة اللي هقولها لو جات لي في الاختبار هختار صح أم خطأ، المصروف المستحق يخص السنوات المستقبلية، المصروف المستحق يخص السنوات المستقبلية. العبارة تبقى خطأ ولا صح؟ خطأ ولا صح؟ يعني لما أقول رواتب مستحقة ب 2000 ريال، أيوة والله يطلع عليك يا نور، رواتب مستحقة ب 2000 ريال، يبقى ده التزام على الشركة سيسدد في المستقبل. إذا المصروفات المستحقة معناها ايه؟ الشهر انتهى او السنة انتهت ولم يتم سداد المصروف، وبالتالي هو التزام على الشركة لسداده في المستقبل. فمثلا لو انا مأجر مبنى وانتهى الشهر وما سددتش الايجار، شوف انا انطقها ازاي بقى، اقول ايجار مستحق مثلا 1000 ريال، انما ما اقدرش انطقها مصروف ايجار مستحق، لانك لو اقرنت كلمه ايجار كلمه مصروف يبقى انت قصدك ايجار العام الماضي، السنه الماضيه، الشهر الماضي، الاسبوع الماضي. اذا اي نوع من انواع المصروفات، ايجار، اعلان، رواتب، ميه، كهرباء، يكون الشهر انتهى، يكون الشهر انتهى ولم تسدده سميه ايجار مستحق، اعلان مستحق، مياه مستحقة، كهرباء مستحقة، تليفون مستحق. انما لا يجوز ان يضرب بهذه العبارة كلمة مصروف. نذكر بقى بعض كمان حاجة، ان اي مصروف مستحق زي الايجار، زي الإعلان المستحق، زي الرواتب المستحقة، هي التزام على الشركة لسداده في المستقبل. إذا وأنا بسجلها في الدفاتر لابد أن تكون دائمة. دي أول معلومة عاوزين نقولها ونأكد عليها اليوم. لو سألتك في الاختبار نظري بس أقول لك إيه؟ الإيجار المستحق يمثل أحد عناصر، وأعطيك 4 اختيارات: الأصول، الالتزامات، الإيرادات، المصروفات. يبقى أنت المفروض تختار الإجابة الالتزامات. ده لو بسأل في نظري، وده هيحصل. يعني المحاضرات من الثامنة، من المحاضرة الثامنة إلى المحاضرة رقم 11
مهمين جدا بالنسبه لكم شباب، مهمين جدا 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 جدا، وكل لبيب بالاشاره يفهمه. طب لو انا بسال فيها في صوره تمرين صغير وبقول لك نسجله ازاي، يعني مين مدين ومين الداين، اجي اقول لك مثلا بلغت قيمه الرواتب المستحقه للموظفين، يعني موظفين بيشتغلوا الشهر والشركه في نهايه الشهر ما دفعتش الرواتب 2400 ريال وهيتم سدادهم في العام القادم. اذا الرواتب دي اهو غلطنا اهو، واحده واحده عليا، ما انا عارف الورق معاك والله. اذا الرواتب دي اقول عليها رواتب مستحقه اللي هم 2400 ريال، وهم دائن، وهم دائن. فباجي في نهايه السنه يوم 31/12/2015 اسجلهم ان هم التزام على الشركه ان هم هيدفعوا العام القادم. فبقول رواتب مستحقه دائن. طب مين المدين؟ زي ما قلت المحاضره السابقه ما اقدرش اقول المقضيه، لان يوم 31/12/2015 انا ما دفعتهمش، فبقول مصروف الرواتب، وبقول مصروف الرواتب هيبقى هو الطرف المدين. يبقى لو انا اجيب لك تمرين صغير بيبقى التمرين زي ما هو قدامك كده، بس اغيره ازاي في الاختبار؟ اخلي ال 2400 5000 ريال، اخلي 2015 2014 بدل ما هي رواتب اخليه ايجار، يعني اقول لك الايجار المستحق، بدل ايجار اخليه اعلان، بدل اعلان اخليه كهرباء، اغير في المسميات، انما الفكره واحده. طيب حد يذكرني من المحاضره السابقه او اللي قبليه اللي يعجبك. لو انا قلت لك انا عندي مكتب، او بلاش مكتب، انا طبيب واديت لاحد العملاء عمليه اتعبي فيها 2000 ريال، بعد ما عمل العمليه وخرج من المستوصف قال لي الشركه هتدفع لك الحساب، يبقى الشركه هتدفع لي الحساب في المستقبل، صح؟ يبقى انا كده الاتعاب دي اسميها اتعاب مستحقه او ايراد مستحق، صح؟ طب مفهوم هيبقى الاتعاب المستحقه، اديت الخدمه زي ما انا بعمل معاك دلوقتي، انا بشرح دلوقتي. طب اتعابي هاخدها امتى؟ في المستقبل، يعني هادي لك الخدمه الان وبعدين اتعب بعد كده هقبضها لك في المستقبل. دي بتقول عليها اتعاب مستحقه. ونذكر بعض تاني، الاتعاب المستحقه هي ملكي فهي اصل للشركه، وانا عارف ان اي اصل مدين. فيبقى الاتعاب المستحقه عكس المصروف المستحق. احفظ واحده من الاثنين بقى عشان ما تلخبطش، تمام؟ انما لما اجي اقول لك ايه، انا عندي مكتب محاماه زي المحاضره السابقه، وقبضت اتعابي الاول وبعدين هادي الخدمه في المستقبل، لا دي اتعاب مقدمه اللي هي المحاضره السابقه بنرجع بيها بقى. خلاص خلاص كده؟ أتعاب مستحقة أصل لأنها شيء ملكي. فمثلا بيجي يقول لي إيه؟ لو أنا عاوز أسأل عليها في صورة التمرين،
اجي اقول لك قامت الهدى للتدريب والاستشارات بالتعاقد مع احد عملائها لتنفيذ برنامج تدريبي بقيمه 1600 ريال، وقامت الشركه بتنفيذ هذا البرنامج ولكنها لم تحصل اتعاب من العميل، يبقى دي اتعاب مستحقه. يبقى اصل، يبقى هي الطرف الدائم بتاع القيد. ولكن في بعض كتب المحاسبه وانا منهم، الاتعاب المستحقه بيسموها العملاء، الكلمتين بمعنى بعض وتبقى صح. يعني هي في الورق قدامي امامك الان، وامامي الطرف المديني للعملاء، بدل كلمه اتعاب مستحقه، يعني كلا الكلمتين مترادفتين. وطبعا عشان نذكر بعض، من اول الفصل الدراسي او اول اللقاءات الحيه احنا متفقين ان كلمه العملاء بتساوي كلمه المدينين، عشان بس الاختبار، العملاء بتساوي كلمه المدينين. اذا لما اقول لك الاتعاب المستحقه بنسجلها ازاي؟ العملاء مدين، واتعاب تدريب اللي هو الايراد دائم. يبقى لما نلخص معلش تاني المحاضره السابقه والجزء من المحاضره بتاع اليوم، نجمعهم ازاي بقى تاني؟ تامين مقدم او ايجار مقدم او اعلان مقدم يعتبر اصل، وكل اصل مدين. دي اول معلومه قلناها المحاضره السابقه. طيب اتعاب مقدمه، يعني اتعاب مدفوعه مقدمه، اخذت الاتعاب وهنفذ الشغلانه في المستقبل، يبقى دي التزام عليا، وانا عارف ان اي التزام دائم. دولت المعلومتين بتوع المحاضره السابقه، نكمل عليهم كمان معلومتين كمان. الايجار المستحق او الرواتب المستحقه او الاعلان المستحق او الكهرباء المستحقه، ده دين على الشركه لازم تدفعه، يبقى التزام، وكل التزام يبقى دائم. اخر حاجه الاتعاب المستحقه، معناها ان انا خلصت الشغلانه وما قبضتش فلوسي، يبقى ده شيء ملكي، ولكن عشان انا هقبضه في المستقبل ياسميه العملاء ياسميه اتعاب مستحقه. سميته عملاء، سميته اتعاب مستحقه، في النهايه قول ده مدين. في النهاية قول إن ده مدين. تمام؟ دولت الأربع معلومات الأساسيتين الأساسية اللي إحنا كنا عاوزين نقولهم في المحاضرة السابقة وجزء من محاضرة اليوم. باقي شيء عاوزين نشرحه في محاضرة اليوم وتبقى انتهت. يعني محاضرة مش طويلة ما تقلقوش. ده الشباب يرد عليا، الشباب هيبقى فاهم اللي هقوله ده بالذات، يعني مش تحيز بس عشان هم اللي بيسوقوا السياره. لو انا قلت لك انا شريت سياره ب 100,000 ريال واستخدمتها لمده سنه، بعد سنة السيارة هل قيمتها لسه 100,000 ريال ولا قلت ولا زادت؟ قلت.
صح؟ الانخفاض ده ليه؟ هل عشان سعرها قل في السوق ولا عشان انا استخدمتها؟ لانها استخدمت، صح؟ فهنفترض جدلا ان انا كنت شاري السيارة ب 100,000 ريال، وعلى نهاية السنة جيت أبيع السيارة لقيتها ما تسوى إلا 80,000 ريال، يبقى 20,000 ريال اللي هي قيمة الانخفاض في السيارة بنسميهم في المحاسبة الإهلاك أو الاستهلاك. يبقى لو حد في قسم إدارة من زمايلك بقى مدرسة المحاسبة وقال لك انتوا عندكم في المحاسبة حاجة اسمها الاستهلاك أو الإهلاك، إيه المقصود بيه؟ المقصود بيه الانخفاض في قيمة الشيء اللي هما زي 20,000 ريال نتيجة استخدام الأصل اللي هي زي السيارة، زي الأساس، زي الآلات، زي المباني، ولكن الأرض ليس لها استهلاك. الأرض ليس لها استهلاك. ليه الأرض ملهاش استهلاك؟ لأنها مع استخدامها يا إما أنت بتنميها يا إما بتخليها على حالها. إذا هي نتيجة الاستخدام سعرها مش هيقل، يا تزيد قيمتها يا تفضل كما هي. وبالتالي إحنا في المحاسبة بنيجي في نهاية السنة نحسب مصروف يسمى مصروف الإهلاك. طب بنحسب هذا المصروف لإيه؟ لكل أصل طويل الأجل مثل المباني والسيارات والآلات والأثاث ما عدا الأراضي. يبقى أنا لو جيت لك في صح وخطأ في الاختبار وقلت لك يتم استهلاك الأراضي في نهاية السنة، قول لي عبارة خطأ، لأن الأرض لا تستهلك في نهاية السنة. تمام؟ طيب في ناس بتعرف الاستهلاك او الاهلاك، يقول لك هو الانخفاض في قيمة الشيء نتيجة استخدامه. ده تعريف صح، ده تعريف صح. وفي بعض الاراء تقول لا، ده الاهلاك هو توزيع ثمن الأصل أو تكلفته على مدة استخدامه. يعني إيه؟ أنا بشتري سيارة اليوم ب 100,000 ريال وأنا متوقع أستخدمها لمدة 5 سنوات. طب بعد الخمس سنوات هبيعها، هرميها خردة، ممكن ما تسواش شيء. يبقى لما اقول لك انت استهلكت السيارة بمعدل قد ايه في السنة، تقول لي اقسم 100,000 ريال على الخمس سنوات، يبقى انت بتستهلك السيارة بمعدل 20,000 ريال في السنة. يعني بعد نهاية السنة الاولى قيمتها هتقل ب 20، فهتبقى 80. بعد نهاية السنة الثانية قيمتها هتقل ب 20، فهتبقى 60. بعد نهاية السنة الثالثة قيمتها هتقل ب 20، فهتبقى 40,000، وهكذا. التعريفين صح. يبقى لما اجي اقول لك
توزيع تكلفة الأصل على مدة استخدامه، وهو مفهوم الفترة المحاسبية، ولا مبدأ مقابلة، ولا مفهوم الإهلاك؟ تقول لي لا، هو مفهوم الإهلاك ليس هو مفهوم فترة محاسبية وليس هو مبدأ مقابل، ده المفهوم بتاع الإهلاك. فتختار الإجابة إن ده تعريف الإهلاك. إذا أنا لو هسألك في مفاهيم مش هقول لك عرف الإهلاك، لا، أنا هدي لك مفهومه وأقول لك هو المفهوم ده بتاع أنه مصطلح. يعني لما أجي أقول لك هو توزيع تكلفة الأجر طويل الأجل على مدة استخدامه، وأعطيه اختيارات، هل هو الإيراد ولا الإهلاك ولا أصل ولا التزام، فالمفروض تختار كلمة الإهلاك لأن ده مفهوم الإهلاك. خلاص؟ طيب ده مفهومه. يبقى احنا في نهاية كل سنة لأي شركة في الحالة العملية بناخد كل أصل طويل الأجل زي المباني، السيارات، الأثاث، الآلات، المعدات، وكل أصل على حدة بنحسب له مصروف زي الرواتب زي الإيجار، بنسميه مصروف الإهلاك. عاوزين نعرف نحسبه إزاي ونسجله إزاي في الدفاتر، يعني مين مدين ومين الدائن. إحنا متفقين إن أي مصروف مدين ولا دائن؟ احنا متفقين اي مصروف مدين ولا دين؟ اوعى تنسى الاشياء دي لحد ما تخلص مقررات المحاسبة اللي عليك. الايراد دين والمصروف مدين. طيب انا عشان احسب اهلاك اصل زي السيارة محتاج ايه؟ محتاج تقول لي ثلاث اشياء. انت شاريها بكام؟ مدة استخدامها كام سنة؟ في نهاية مدة استخدامها هتبيعها بكام؟ ما انت لو عندك شيء في نهاية مدة استخدامه مش هترميه، مش هتتركه في الطريق. زي جهاز تكييف استخدمته سنتين هتبيعه قردة، هتبيعه مستعمل. الأثاث هتبيعه مستعمل. السيارة هتبيعها مستعملة. يبقى مش كل اصل في نهايه مده استخدامه انت هترميه او هتفقده، لا، انت ممكن تبيعه. لما اقول لك انا اشتريت سياره اليوم ب 100,000 ريال، ال 100,000 ريال في المحاسبه بنقول عليهم التكلفه التاريخيه، يعني ثمن شراء الاصل اليوم. طب مده الاستخدام بنقول عليها في المحاسبة مدة الاستخدام أو العمر الإنتاجي. طب قيمة الأصل في نهاية مدة استخدامه بنقول عليها قيمة الخردة، قيمة الخردة، وملهاش مصطلح بديل. يعني الثلاث مصطلحات متعارف عليهم. لما أقول لك التكلفة التاريخية للأصل معناها ثمن شراءه اليوم، أنا شريت كام اليوم؟ لما أقول لك قيمة الخردة معناها لما استخدم الأصل لمدة سنة أو اثنين أو ثلاثة هبيعه بكام بعد كده؟ قد تكون قيمة الخردة صفر بس اسمها برضه قيمة خردة. طب العمر الإنتاجي، أنا اشتريت أصل اليوم وهستخدمه لمدة ثلاث سنوات وبعد كده هجيب أصل جديد بداله، يبقى الثلاث سنوات بنقول عليهم العمر الإنتاجي. فبنيجة الاختبار زي المثال البسيط اللي قدامكم دولك، بقول لك مثلا قامت الشركة في 1/1/2015 بشراء أثاث بمبلغ 18,000 ريال،
يبقى التكلفة التاريخية 18,000 ريال. وفي ذات التاريخ قدرت الشركة عمره الإنتاجي اللي هو للأساس 5 سنوات، وقيمة الفردة 2000 ريال. رجاء في الاختبار اشتغل على مهلك وانت ماسك الأل حاجة، لان من مثال اليوم لنهاية اللقاءات احنا هنستخدم ارقام كتيرة وهنستخدم أقل حاجة كتير. المعادلة تبقى سهلة بس انت اللي بتلخبط نفسك. استخدم الثلاث معلومات ازاي؟ لو قلت لك احسب لي مصروف الاهلاك، يعني ده المفروض السؤال، احسب بس المصروف، هتروح قايل ايه؟ تكلفة الاساس 18,000 ريال ناقص قيمة الخردة 2000 ريال، وتروح قايل على الأقل حاسبة يساوي، هيطلع لك الناتج 16,000 ريال. بعد كده تقول على العمر الإنتاجي اللي في التمرين 5 سنوات، يبقى هقسم ال 16,000 على 5 سنوات، هيظهر لي على الأقل حاسبة 3200، أختارهم الإجابة الصح. إذا خلفت الخطوات دي هتطلع ناتج تاني بس ما هو الصح، بس قد يكون في الاختيارات بس خطأ. يبقى أنا عملت إيه بقى الأول؟ قلت التكلفة التاريخية 18,000 ريال ناقص قيمة الخردة 2000، بعد كده أتك على الزر بتاع يساوي، طلع أمامي على الأقل حاسبة 16,000 ريال. اقول له على العمر الانتاجي 5 سنوات، وبعدين اقول له يساوي كمان مره، هيقول لي مصروف الاهلاك السنوي 3200 ريال. لو سؤالي في الاختبار ما هو قيمه مصروف الاهلاك السنوي، كده هتحسب 3200 وتختارهم الاجابه سواء الف او باء او جيم او دال. ممكن اسال بطريقه ثانيه، هو نفس السؤال بس بدل ما اقول لك هو مصروف الاهلاك السنوي كام، اقول لك بنسجله ازاي في الدفاتر، يعني مين مدين ومين الدائن. بس قبل ما اسجله يكون مش هخليها شهري، هخليها سنوي عشان ما تلخبطوش. انما لو انا عاوز احسبه شهري هقسم ال 3200 على 12، بس انا مش هطلبه شهري، هطلبه سنوي في الاختبار عشان ما اتلخبطوش. تمام؟ تعالوا بقى نرجع ازاي نسجل في الدفاتر، يعني مين مدين ومين ازاي. انا عارف ان اي مصروف مدين، زي مصروف الرواتب، مصروف الايجار، مصروف الاعلان، برضه بنفس الشيء هقول مصروف الاهلاك مدين. شرطه نوع الاصل اللي هو الاساس، فبقول مصروف اهلاك الاساس مدين. طب لو في الاختبار مبنى اقول مصروف اهلاك المبنى مدين. طب في الاختبار سياره اقول مصروف اهلاك السياره مدين. انما ما ينفعش اقول مصروف اهلاك واسكت، لازم اقول هو مصروف الاهلاك ده بتاع ايه، هل هو بتاع المباني ولا بتاع السيارات ولا بتاع الاساس، على حسب بقى راس السؤال امامي. طب ده الطرف المدين، مين بقى الطرف الدائن؟ عندنا شيء في المحاسبه اسمه مجمع الاهلاك. ايه مجمع الاهلاك ده؟ زي الصندوق، زي صندوق، يعني هو حساب بس هو فكره الصندوق، بمعنى بنجمع فيه اهلاك السنه الاولى واهلاك السنه الثانيه واهلاك السنه الثالثه واهلاك السنه الرابعه وهكذا. خلاص؟ طب بنجمع فيه الاهلاك ليه؟ عشان لما نتخلص من الارض في نهايه عمره نبقى احنا عارفين رصيد المجمع قد ايه.
مجمع الاهلات ده دايما هو الطرف الدائم، يعني القيد عمره ما ينعكس. يعني عمري ما اجي في الاختبار اعطيك سؤال بحيث تقول لي مجمع الاهلاك مدين ومصروف الاهلاك ده، استحاله استحاله. لما اقول لك عاوزين نسجل الاهلاك قول لي مصروف الاهلاك مدين، وطبعا بنسجله سنوي فلازم القيمه تكون سنوي وهجيبها لك سنوي مش هدخلك في الشهر. تقول لي مصروف الاهلاك مدين ومجمع الاهلاك دائم، وبالتالي الطرفين هيبقوا ثابتين. اللي هيتغير بس ايه؟ مسمى الاصل. لو انا بتكلم على مباني او المصروف اهلاك مباني مدين، مجمع اهلاك مباني دائم. طب لو بتكلم على سياره، مصروف اهلاك سياره مدين، مجمع اهلاك سياره دائم. خلاص شباب؟ يبقى انا لو جيت لك بقى في الاختبار وقلت لك ايه؟ شركة اشترت سيارة ب 100,000 ريال وقيمة الفردة بتاعتها 20,000 ريال ومدة الاستخدام 4 سنوات، يبقى مصروف الإهلاك كام؟ احسبوا لنا قولوا لنا بقى. تمن شراء السيارة 100,000 ريال، قيمة الفردة 20,000 ريال، عمر السيارة 4 سنوات. أنا عاوز ناتج يا عم ملهم. ما هو الشباب مطلع نواتج بس نواتج غلط. آلة زي ال جهاز تكييف بنقول عليه آلة. المكنسة اللي في الفنادق الكبرى اللي هي الكبيرة، المكنسة الكهربائية بنقول عليها آلة. تمام؟ طب عيد كده. أنا قلت طب عايز، انا قلت احسبوها ازاي؟ انا قلت هاخد ال 100,000 ريال ناقص ال 20,000 ريال اللي هم قيمه الفرده يساوي 80,000. اهو واحد كتب لي 100,000 ناقص 20,000 يساوي 20,000. واحد قعد عليا، انا قلت 100,000 ناقص 20,000 يساوي 80,000 ريال. بعد كده اقول بقى ايه؟ ال 80,000 ريال على مدة الاستخدام اللي هي الأربع سنوات، يبقى الإهلاك السنوي، أيوة اسم أربعة، يبقى الإهلاك السنوي هيساوي 20,000 ريال. الصفر هنا الشباب اللي حسب 2000، الصفر هنا يخلينا اختار إجابة خطأ مع إن نذاكر كويس. عبير حسبت بطريقة تانية غير اللي أنا قلتها خالص. قالت 100,000 ريال ناقص وفتحت قوس 20,000 ريال على 4. غلط. تعطي لي ناتج تاني خالص زي ما انت مطلعها 95,000. انا ما قلتش كده، انا قلت اقول ال 100,000 ناقص ال 20,000 يساوي. بسيطه بالنسبه لكم يا شباب والله، انما انا قدامي شباب حاسبها غلط. 100,000 ريال ناقص 20,000 ريال يساوي هيطلع 80، اقول على 4 ويساوي 8 مرات. اي والله يفتح عليك. تمام؟ ال 100,000 ناقص ال 20,000 والناتج ده كله على، ايوه وبعدين نقسم صح. خلي الاسم اخر حاجه. وصلت كده؟ ليه؟ انت هيبقى معاك 4 اختيارات، فقد يكون انت بتحسب خطا وبتختار خطا، وده اللي بيسبب مشكله للطلاب في الاختبار. خلاص؟ نقابلكم بقى المحاضره القادمه ان شاء الله. انا خلصت اليوم، نقابلكم الاسبوع القادم بالنسبه لكم ان شاء الله.
اه طبعا 20,000 مصروف علاج مدين و20,000 مجمع علاج دائم، صح؟ صح كده. اه مجمع العلاج دائم، صح. او التزام، الاثنين مع بعض. انا وانت يا رب ان شاء الله. عفوا. العفو يا مدير، جزاني وجزاك خيرا يا رب ان شاء الله. الاتعاب المستحقه اصل، صح يا رب. انا وانت يا رب ان شاء الله.